نحن الآن أمام مبنى المجلس المحلي وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، من خلال وقفة احتجاجية خرج بها المعلمون اليوم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي للمطالبة بتحسين رواتبهم الشهرية وتحسين سير العملية التعليمية في مدينة الباب ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بشكل كامل. معي هنا الآن الأستاذ قصي قشعم نقيب المعلمين ليضعنا في تفاصيل هذه الوقفة. مرحبا بك أستاذ قصي. حياكم الله. مرحبا، أكرمكم الله. ما هي الرسائل التي تريدون إيصالها من خلال هذه الوقفة؟ الحقيقة نريد أن نوصل رسائل عدة، منها تحسين الوضع المعيشي للمعلم الذي أصبح بالحضيض. المعلم إخواني راتبه اليوم $50، يعني أجرة البيت فقط وباقي الأمور إلى الله المشتكى. هذا من ناحية الوضع المعيشي للمعلم الذي انهار. غير هيك الوضع التعليمي أصبح بالحضيض، المدارس فقط للبروزة وليس إلا، حتى يقال أن فتحنا المدارس، أما في الحقيقة فإنها لا تؤدي 10% من مهامها كمدارس كتربية وتعليم. نريد أيضا إيقاف مد الفساد الذي استشرى بالبلد والذي سيطر على الثورة ونهبها وسرقها، حتى أصبحنا نصدر إلى الأمم الأخرى أننا أهل الشام أهل سوريا، بأننا لسنا أهلا لأن نزيل النظام أو أن نقيم دولة أو حريات في المنطقة. في حال لم يتم الاستجابة لهذه المطالب، ما هي الخطوات التي ستعملون عليها؟ طبعا أكيد احنا متوقعين ممكن ما يكون في استجابة، ولكن أكيد لابد من وجود البدائل، وهذا الأمر نتناقش فيه على مستوى الشعب وعلى مستوى المحرر بأكمله عن طريق مركزيتنا طبعا فرع نقابة المعلمين. حياكم الله. إذن كما سمعنا بأن الاحتجاجات ستبقى مستمرة هنا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي حتى زيادة الرواتب الشهرية للمعلمين وتحسين سير العملية التعليمية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. من مدينة الباب شرق حلب، محمد السباعي، حلب اليوم.